أشكر حضرتك جدا. شكرا يا فندم. دكتور عبد المنعم، يعني يمكن كمان من ضمن المحاور اللي السيد الرئيس اتناقش معاهم النهارده مع المجموعه الوزاريه، محور مهم جدا هو محور الزراعه. محور الزراعه يمكن الرئيس مبارك دايما بيشدد على الاهتمام بالفلاح المصري والاهتمام بزراعه محاصيل معينه قد نستطيع ان احنا نزرعها ونحد من استيراد كميات كبيره منها. ويمكن احنا شفناه من خلال التلفزيون اثناء افتتاح السيد الرئيس يعني محور صفت اللبن، وشفنا انه لما سال السيد رئيس الوزراء عن القمح ان احنا نزرع قمح اكتر او نزرع قطن اكتر، وطبعا عرفنا الرد انه بيحتاج مياه كثيره جدا، يعني حتى لو توفر له كل هذه الكميه. الرئيس مبارك مهتم قوي بالفلاح المصري، مهتم بان احنا نستصلح الاراضي الصحراويه، مهتم ان احنا نوفر الميه، نوفر المبيدات، المحاصيل الزراعيه، يعني نوفر كل ما هو بيستخدمه الفلاح باسعار تكون مناسبه للفلاح. يعني حضرتك شايف اهتمام الرئيس بهذا المحور ولو تم زي ما الرئيس عايز، حضرتك متخيل شكل مصر بعد كذا سنه ممكن يبقى عامل ازاي؟ يعني يمكن يعني اعيد صياغه اللي الرئيس قاله، انه ندي للفلاح حقه. يعني القضيه كانت قايمه دايما على معادله منذ الستينيات، لانه زمان كان الناس بتعمل المحصول وتروح تبيعه في السوق بسعر السوق، وسعر السوق المصريه كان زي سعر السوق العالميه. يعني اردب القمح اردب قمح، القطن هو نفس القطن، وبالتالي كان. لكن بعد كده حصل حاجة، ان احنا ناخده نقول للفلاح هنديك عيش مدعم ونديك سكر مدعم ونديك لبن مدعم، بس هناخد منك القمح والذرة والى اخره ايضا بدعم انت اللي بتديهولنا، معنى بناخده اقل من قيمته الحقيقية. انما لو انه الفلاح ناخد منه القمح بالسعر العالمي سوف يسعى. طب انا ليه ادي للفلاح الامريكي او الفلاح الارجنتيني او الفلاح الروسي اديله السعر بكذا واحرم الفلاح المصري منه من هذا السعر؟ وعايز اقول يعني يمكن اربط ده اطلاق قوى السوق كما هي، هو ده اللي بيؤدي. وعلى فكره احنا لما حصل بعض التحرير من الثمانينات واحنا طالعين، ابتدت مش صحيح الكلام اللي بيتقال ان احنا عندنا الحبوب 35% ومش مغطين. احنا المجمل الحبوب بمعنى الذرة والقمح وغيره في حدود 60-63% منها احنا مغطينها، وده نتيجة عملية التحرير اللي جرى لقطاع الزراعة خلال العقود الماضية. استكمال هذا التحرير مسألة أساسية. ليه؟ لأنه بتخلي الناس تستثمر. القضية الأساسية إن احنا نخلي الناس تستثمر في اللي هي بتعمله، سواء زراعة أو صناعة أو خدمات أو غيره، لأنها بتاخد السعر الحقيقي للخدمة أو السلعة اللي هي بتنتجها. احنا من ناحية خطط الحكومة رائعة، يعني بمعنى إنه خلال الخمس سنين اللي فاتت احنا عملنا استثمارات تصل إلى حوالي 1 تريليون جنيه. لو احنا خدنا الاستثمار الأجنبي والاستثمار الخاص والاستثمار العام وحطيناهم على بعض، في حوالي 1 تريليون جنيه استثمروا في مصر في أشكال مختلفة. لكن احنا محتاجين ما هو أكثر، لأنه 1 تريليون جنيه يعني كام؟ يعني معناها حوالي 170-180 مليار دولار، عشان نظبط الرقم شوية ونعرف حجمه اللي احنا بنتكلم عنه. عشان هذا الرقم يتم استثماره لابد انه يتواكب مع مش البحث فقط عن الفلوس او اللي هيجي يستثمر، انما قد ايه اطلاق القوى السوق عشان تشتغل، سواء في قطاع الزراعه او استيعاب. احيانا بننسى حاجه مهمه جدا، ان 35% من الاقتصاد المصري غير رسمي. ازاي ندخل هذا القطاع الهائل يعني اللي حوالي التلت الى القطاع الرسمي؟ ده يحتاج الى تسهيل. واحد عنده ورشه صغيره، واحد بيعمل زراير تحت السلم، واحد الى اكل. المجموع بتاع الصناعات الصغيره والصناعات المتوسطه اللي هي هايبه مش قادره تقترض من البنوك، اللي هي هايبه مش قادره تنزل السوق لان ما معهاش الرخص، لا يكفي طبعا ما معهاش الرخص والحاجات اللي تديها دي. علينا خايفين من الضرايب، خايفين من حاجات كتير. جزء مهم جدا من عملية الاستثمار ان احنا نستكمل شروط السوق.
شروط الدخول للسوق، لو انا عايز اعمل رخصة لدكان او لورشة او لغيره، او لا قدر الله لو انا قررت عند لحظة معينة ان انا اطلع من السوق. ده جزء له علاقة بالورثة وله علاقة بقواعد الافلاس، كل الحاجات دي احنا محتاجين وبسرعة ان احنا نخش فيها، لان ده اللي بيخلي ايه بقى، ان احنا عندنا رقم مهم جدا اللي هو 870 مليار جنيه موجودين في البنوك المصرية. في الاخر اي استثمار في الدنيا يعني ايه؟ معناها ان الفلوس المدخرات بتحط في البنك، البنك بيسلفها للناس، الناس بتستثمرها. ليه البنك ما بيديش غير 53% من الفلوس اللي موجودة فيه بس؟ لانه قواعد السوق وقواعد القانونية المرتبطة بيه مش مستكملة. فعلينا ان احنا لا تمر هذه السنة اللي احنا داخلين عليها الا وتكون كل هذه القواعد قد تم استكمالها. واعتقد دي الرسالة الأساسية للرئيس. رسالة الرئيس مش في تفاصيل كل جزئية الخاصة بالزراعة أو غيره، إنما إزاي نستكمل مهمة معينة بدأت منذ 5 سنوات وآن الأواني إنها ومن ضمن منظومة يعني المفروض إنها تتم. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن ما دار النهاردة في اجتماع اليوم مع الرئيس مبارك والوزراء بخصوص قطاع مهم جدا هو قطاع الزراعة، معنا على الهاتف المهندس أمين أبازة وزير الزراعة. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا، كل سنة طيبين. يمكن سيادة الرئيس كان من القضايا اللي بتشغله دائما هو المحافظة على أراضي الدولة، وفي نفس الوقت يعني استصلاح الأراضي الصحراوية والمحافظة على الفلاح المصري وإعطائه حقوقه زي ما قال دكتور عبد المنعم سعيد، لو حضرتك كنت بتستمع لهذا الحوار. الحقيقة كلام الدكتور عبد المنعم كلام مهم جدا، بس أنا عايز أوضح بعض النقاط. فعلا احنا مرينا بفترة كان الفلاح المصري هو اللي بيدعم المستهلك المصري، كان كل السلع الزراعية اللي الحكومة بتشتريها منه أو الدولة بتشتريها منه، الكلام ده تحديدا كان من 63 ل 93 كان بسعر أقل من الأسعار العالمية، على أساس أنه هو بيرجع تاني يستفيد من هذه السلع في صورة أسعار مدعومة هو بيشتريها من أسواق مدعومة على البطائق أو بصورة أو بأخرى، ولكن يعني باعتباره مواطن وفي نفس الوقت كان بيدفع الثمن باعتباره منتج. من في خلال الثمانينات، النصف الثاني من الثمانينات وبداية التسعينات، تم تحرير تدريجيا لكل هذه السلع، فما بقاش هناك الحكومة ما بقتش بتشتري هذه السلع بسعر محدد من المزارع، بقت بتسيبها لأسعار السوق. وفي نفس الوقت برضو من الناحية الثانية أصبح في ارتفاع في الأسعار بالنسبة لأسعار السلع اللي هو بيشتريها في المستهلك اللي هي المحاصيل المحاصيل. فعلى عكس ما أنا يعني يمكن ما فهمتش قوي، إذا كان الدكتور عبد المنعم فاهم إن إحنا بالذات في قضية القمح ما زلنا إحنا بندفع سعر أقل من السعر العالمي، لأنه بيقول مش معقول هندعم الفلاح الأمريكي على حساب الفلاح المصري. الحقيقة إن إحنا بقالنا أكتر من 10 سنين المزارع المصري يا إما بيحصل على السعر العالمي يا بيحصل على سعر أعلى من السعر العالمي مش أقل. فهو يعني لحد سنة 2006 كان السعر متقارب مع السعر العالمي أو مساوي للسعر العالمي، من بعد 2006 بقى أعلى من السعر العالمي، حتى الثلاث سنوات اللي فاتت بالتحديد كان دايما أعلى من السعر العالمي. طب سيادة الوزير يعني هنعمل إيه، أو حضراتكم طبعا هتعملوا إيه في كيفية تحديد أسعار المحاصيل اللي هي بتبقى أسعارها زيادة على إمكانية الفلاح المصري؟ إيه اللي ممكن تعمل؟ طبعا في توجيه واضح جدا من الرئيس على إنه الأسعار بتاعت المحاصيل الرئيسية اللي هي أساساً الرز والقمح والذرة والقط يبقى فيه سعر استرشادي بيوضح، يعني إذا كانت الدولة بتشتري فبتعلن سعر واضح بتتم بتشتري بيه فعلاً. السعر الآخر هو ما يسمى بسعر الضمان، سعر الحد الأدنى، اللي هو لو السعر العالمي أعلى منه خلاص السوق بيشتغل، لو السعر العالمي أقل منه الدولة بتتدخل هنا بتدعم الفلاح وتشتري هي المحصول. وهذه الأسعار بتعلن وقت زراعة المحصول. سيادة الوزير يعني فكرة تنمية المحاصيل الزراعية يعني وربطها بالصناعات الغذائية، ده سهل انه يتعمل ولا صعب؟ ولو صعب حضرتك وضح. فكرة التكامل بين الزراعة الانتاج الزراعي والتصنيع الزراعي، لان احنا عايزين ناخد قيمة مضافة اكتر، يعني لما نخلق هذا الارتباط بين المزارع وبين المصنع
اولا بنديله امان لانه بيبقى فيه ما يسمى بالزراعه التعاقديه. انا بزرع مثلا طماطم عارف ان انا هبيعها للمصنع الفلاني بالسعر الفلاني، فمن يوم ما بزرعها ببقى مش قلقان السعر هيبقى كام، حد هيشتريها مني ولا لا، هتبوظ ولا مش هتبوظ. كل الامور دي بتؤدي الى استمراريه وزياده في الانتاجيه، وفي نفس الوقت بتضمن للمصنع اللي هو بيعاني كثيرا يعني مشاكل الصناعات الغذائيه ان احيانا ما بتلاقيش كفايه او الكميه الكافيه انها تشغل المصنع. ايوه، فالاثنين بيقدروا يتكاملوا مع بعض والاثنين بيقدروا يستفيدوا من هذا التعاون. فده الحقيقه شيء مهم جدا واحنا هنركز عليه مش بس في الاراضي الجديده ولكن في الاراضي القديمه كمان. سيادة الوزير، يعني يمكن كمان الموضوعات المهمة اللي دايما بتدور في ذهن الرئيس مبارك واعتقد ان تم مناقشتها النهاردة مع حضرتك ومع سادة الوزراء هي فكرة ضرورة استصلاح الأراضي الصحراوية. الموضوع التاني المهم قوي هو المحافظة على أراضي الدولة، ويمكن هتكلم معاك بس حضرتك تستأذن لي تسمح لي ترد الأول على سؤال استصلاح الأراضي الصحراوية. ايه المعوقات اللي بتعقوا في استصلاح الأراضي الزراعية؟ استصلاح الأراضي الزراعية ماشي طبقا للبرنامج وطبقا لما هو موضوع، ولكن المعوقات الأساسية بتبقى في نقص المية. يعني أحيانا المية المخطط لها أنها توصل لهذه الأراضي بتبقى نتيجة لظروف معينة ما بتوصلش بالكميات المطلوبة، أو بيحصل عليها تعدي قبل ما توصل لهذه المواقع فيحصل فيها مشاكل تؤدي إلى أن الإنتاجية ما بتبقاش كما هي مخطط لها. أيوة. بنفس الوقت انه احنا ما نقدرش ان احنا يعني دلوقتي مواردنا المائيه طبعا محدوده وما بتزيدش، والمنافسه بتاعه ميه الشرب معاها يعني النهارده في منافسه شديده جدا بين الزراعه بين ميه الشرب. طبعا المياه الجوفيه يا فندم كبير من مواردنا المائيه المتجدده لازم هتروح، وده هيزيد مع زياده السكان لميه الشرب. طيب. فبالتالي احنا بندور على ميه جوفيه، وفي نفس الوقت الرئيس وجه ان احنا ننظر بجدية الى تحلية المية على الاقل على المدن الساحلية بحيث انه المدن دي تشرب من مية محلاة. لسه لحد النهاردة تحلية المية ما تقدرش تبقى اقتصادية للزراعة، ولكن نقدر ان احنا نستخدمها في مية الشرب على الاقل في الاماكن الساحلية. سؤالي الاخير لحضرتك هو موضوع مهم جدا، فكرة الاعتداء على اراضي الدولة، والرئيس يعني اعتقد ان هو يعني في مهلة محددة لكي يتم الفصل في هذا الموضوع. التعدي بياخد شكلين، شكل ان واحد بيروح يحط ايده على الارض من اراضي الدولة من غير ما يكون راح لجهة الولاية لها، والتعدي الاخر ان حد يغير نشاط اللي تخصصت الارض من اجله الى نشاط اخر دون ما يدفع المقابل. فدول نوعين من التعديات، والنوعين الرئيس وجه انه لازم يقفوا تماما ويتخذ فيهم اجراءات حاسمه جدا. وحضرتك بصدد اعداد وثيقه تقريبا احنا قرينا في الجرايد ان هيتم عرضها على مجلس الوزراء، ثم لو اخذ بها هتبقى بدايه مشروع قانون بيتم مناقشته. هيبقى مشروع قانون الموحد للاستخدامات الاراضي، يعني مش بس الاراضي الزراعيه والاراضي الزراعيه والسياحيه والصناعيه والاسكان وكل مع بعض. جميل، بنشكر حضرتك جدا مهندس امين اباظه وزير الزراعه.